وهو اللي غير مختار بيه من ناحيتي. ناس قالولي ان هو رابط في الحزب على طول لمختار بيه. ما قلنا من الاول ما صدقتنيش عطيه بيه. انت عارف المعفن ده ساحب مني كام لحد دلوقتي؟ 5,040,000 جنيه، وما خدناش قصادهم اي حاجه اي حاجه. حتى الهلالي رجع اقوى من الاول 100 مره، والشهاده المزوره بلتها وشربت ميتها لانها طلعت زي قلتها يا حامد. والصور اللي مالت البلد لسعادتك وانت سهران في الكباريه، هو اللي موزعها بايده وهو اللي نشرها في الجرانين. طب والعمل؟ العمل يا حامد، يعني يبقى الكفر كفرنا والدايره دايرتنا والبلد بلدنا واخره المتمه ناخد على قفانا. عيار طايش يخلصنا منه وهلا قضيه تتأدي ده مجهول وخلاص. كسبنا صلاه النبي، وانا هستفيد ايه من قتله؟ مش لما باخد اللي عنده الاول؟ ده مش هيطلع جنيه الا بموته وعطيه بيه، ده حويط وعقر. اسمع يا حامد، انا عايزك تروح تجيب عجل سمين كده حلو كده وبتذبحه، وبعدين تعدي على رضوان الكومي. العجل الاول وبعدين رضوان. العجل عشان نذبحه، ورضوان عشان نصالحه. نصالحه؟ انت بتقول ايه يا باشا؟ انت تعمل اللي بقول لك عليه وبس، بس اوعى تعمل العكس. اوعى تصالح العجل وتذبح رضوان، لان انا عاوزه حي. فتروح تقول له اخوك عطيه بيه عامل قعده وعزومه حلوه كده وعايزك تيجي عشان تاخد منابك. مش هيرضى يجي عطيه بيه. مين ده اللي مش هيرضى يا غبي؟ اللي زي رضوان الكومي ده هيعيش طول عمره جعان ومحروم، ومهما بقى عنده ملايين ملايين، اول ما يسمع سيره اللحمه قلبه هيقع في معدته وبفصله تسيب على طول. اللهم ارفع بغتك وغضبك عنا. امين. اللهم ارفع بغتك وغضبك عنا. امين. البلد دي يا رجاله مش هينصلح حالها طول ما فيها واحد زي عطيه السعاتي وامثاله. احنا المفروض يعني لا نسلم عليه ولا نكلمه ولا ناكل من طبقه ولا نشرب من شربه. يا استاذ رضوان، ولا يغتب بعضكم بعضا. احنا مش قاعدين هنا علشان نجيب في سيره الناس ونشيل ذنوب، ده كده صلاتنا وصيامنا يروحوا. استغفر الله العظيم يا شيخ محمد، انا لا اكتب احدا ولا اذم احدا، انا بقر واقع. وبعدين انا ليا لوم عليك يا شيخ محمد. لوم في ايه يا استاذ رضوان؟ مش معقول يعني رجل فاضل زيك يقف جنب الهلالي في الانتخابات. اي امال ده راجل مزور، راجل مزور بحكم محكمه يا اخوانا. واللي عاملين له الدعايه دي كلها ما احنا عارفينهم هم مين؟ ما هم رجال الاعمال امثال بكر سليمان وغيره اللي واكلين البلد في كروشه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يلا يا رجاله، اللي مش متوضي يلحق يتوضى، لاحسن صلاه العصر وجبت. استاذ رضوان، عايزك في كلمه لو سمحت. خير يا حامد؟ اصلي عطيه بيه عامل قعده صلح على الفطار وده بحجل، وقال تروح لخا رضوان تجيبه عشان نصفي النفوس. وعاملين فته وقمر الدين وكنافه؟ بقول لك ده بحجل. طول عمره اقول عليه عطيه بيه ساعتي دي ابن حلال بيصفي، خليهم يسوي اللحمه كويس عشان سنان. ها؟ ساعه الفطار بالظبط انا هكون موجود. روح انت. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا وواسعا يا رب العالمين. لا سلام على طعام، والله ما حد قاي. كل عام وانتم بخير. وانت بخير. وانت بخير دايما يا استاذ رضوان يا اخويا. يا ربنا يجعله عامل بحسك يا عطيه بيه. الله يبارك فيك. اتفضل اتفضل. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. ايه انت عامل العزومه دي مخصوص عشاني ولا ايه؟ اصل يعني مش شايف حد غريب هنا غيري، كلهم رجالتك، عايز تصالحني سكتي؟ ما غريب الا الشيطان يا استاذ رضوان يا اخويا. هو انت غريب برضه وده انت صاحب بيت، اوعى تقول كده. لا يلا بسم الله يا استاذ رضوان يا اخويا. بسم الله. ها ما قلتليش عامل ايه في شركتك وفي شغلك؟ والله السوق نايم يا عطيه بيه. ده انا حتى مقدم قرض في البنك يعني ومغلبني. برضه أنا موجود يا راجل، مش عيب برضه. الله، هذا رقبتي سدادة. أنا أشاركك، هو أنا هلاقي شريك أحسن منك برضه؟ لا إحنا اللي نتصرف يا عطية بيه، هو أي أصول؟
وانت كنت ناوي تعمل ايه بالقرض ده يا استاذ رضوان يا اخويا؟ انا اصلا متفق مع جماعه خواجات يدوني توكيل يعني عشان اعمل مصنع، فاشتريت بالفلوس كلها حته ارض هنا جنب الكفر. مصنع هنا؟ بيوت يومن. بيوت مين؟ ده يطلع هنا مصنع كريمات ومستحضرات تجميل. ما هي دي خلاص بقت الموضه دلوقتي. امال ايه؟ انت بتبص تلاقي الستات كلها عايزه تشيل، وفيه رجاله بتشيل، قلت لي كمان اشدني مصنع كريمات ومكياجات. ما هو الحاجات دي خلاص بقت زي الاكل والشرب. طب تصدق بايه؟ علبه البودره اللي قد السلم بقت دلوقتي بتتباع ب 50 جنيه. الله يحفظك يا استاذ رضوان يا اخوي. شد حته لحمه، شد مكياجات وكريمات وكفر اصاله. راجل يا طيب. لا هو انا اتجننت يعني؟ الكريمات والمكياجات دي ومستحضرات التجميل مش هتتباع لاهل كفر اصاله. لا المصنع بس هيبقى هنا عشان يبقى بعيد عن العيون، انما البيع هيبقى في مصر والمنطقه العربيه. اصل ايه بقى؟ المصنع ده بيجي تركيز جاهز من بره، بس عايز له شويه فلوس. انا معاك يا استاذ رضوان يا اخويا، بس مشروع زي ده محتاج اجراءات واوراق وتصاريح ولازم منه، ودي شغلتي انا بقى. يا سلام، ابن حلال مصفي عطيه بيه. انا كنت عند عبد النعيم ورجالته وكنا جايبين في سيرتك، قلت لهم الكفر ده ما فيهوش غير عطيه بيه الساعات. روح الله يبارك لك، بس عشان نبتدي صح بقى يا رضوان يا اخويا، ونحط ايدينا في ايدين بعض مظبوط ونقول يا هادي، لازم الاول نصفي النفوس. النفوس صافيه وزي الفل يا عطيه بيه. ناويني طبعا الكنافه دي من عندك. هات الكنافه بسرعه. مفيش بسطه. انا اصلي لا عمري شلت منك ولا شلت من اي واحد. بس انا شايل منك يا رضوان. ليه كف الله الشر؟ من دي اللي وقع منا بس. شوف يا رضوان يا اخويا. ايوه. انت ساحب مني لغايه دلوقتي 5,040,000 جنيه بالتمام والكمال عدا ونقضا، وكان الغرض ان انت توقع لي الهلالي، بس الهلالي اهو رجع وما وقعش، وانا اللي وقعت، وفضحتي بقت في البلد بجلاجل، والفضيحه دي ما خلتليش قومه تاني. 5,040,000 جنيه واربعين الف ايه دول يا عطيه بيه؟ انا اخد منك فلوس بتاع ايه؟ شفت بقى يا كوبي، هنبتدي نلعب اهو، ودي بدايه الغلط. انا خدت منك فلوس؟ اخد منك فلوس بتاع ايه؟ الله، هو انت عشان يعني عايزني اكل حتتين لحمه وشويه فته عايز تلبسني 5,000,000 جنيه واربعين الف كمان بلاها العزومه دي يا سيدي؟ انت بتنكرهم؟ بتنكر فلوس يا رضوان؟ انت فاكرني ايه؟ برياله؟ ده انا اشرب من دمك اكني بشرب مياه كاسيه، اسحلك امسحك من على وش الارض. بس فلوسي هعرف ارجعها منك يا رضوان، هطلعهم دلوقتي من حباب عينيك. بقى انت عامل المولد ده كله يعني عشان تقول الكلام الفاضي ده؟ ايه جايبني هنا تستفرد بيا ولا ايه؟ انت اللي وزعت الصور على كل اهل البلد، وانت اللي وصلتها للصحافه كمان. صحافه ايه؟ انت بقى في مخك حاجه ولا ايه؟ اخرس اخرس يا سامر، ده انا هقتلك وارميك في الدرعه زي الكلب الاغرب. حامد. ايوه يا باشا. ولا حامد. ايوه يا باشا. هات الوسط. انا. ايوه يا باشا. حطه قدامه. امضي 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 يا رضوان. امضي على ايه؟ امضي على الوسط ده، وسط بالفلوس اللي انت نهبتها مني يا ضلالي يا نوري. كده برضه يا عطيه بيه؟ اكن ده يعني فخ انت عاملهولي. بدل ما تاكلني عايز انت اللي تاكلني. هاكلك يا كومي. طب ثلاثة بالله العظيم، لو ما مضيتش دلوقتي يا رضوان لاذبحك زي العجل اللي انت طبعته ده واخليك تعصله. امضي يا حرامي امضي امضي. ايوه طب همسك القلم ازاي؟ اغسل ايدي بالدهنانه يعني؟ اقعد خد منديل خلص امسح ايدك. كتر خيرك. خلص قبل ما اخلص عليك. خلص كمان بقى منديل. خد خلص. الاكله دي اسمها اصلها يعني ولا؟ امضي يا رضوان امضي. اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل هنا ده؟ الحال يا ابو حسين بيه، الحال يا ابو حسين بيه، اهو فخ ومنصوب لي زي ما قلت لك،
عطيه به ورجالته عايزين يقتلوني. ايوه ما عازمني على فته عشان يذبحني، فاكر نفسه محمد علي باشا واحنا هنا في القلعه وعايز يعملني مذبحه. في ايه يا عطيه بيه؟ والله ما فيش اي حاجه يا ابو عاصم بيه. ما فيش اي حاجه ازاي؟ هو ده مش شرف قتل برضه؟ ده انا جاي لك ومش مدي اخوانا تقوموا تتلموا عليا كده؟ انت بتقول ايه انت؟ انت اتهبلت انت ولا اتخبطت في دماغك؟ انا مش فاهم والله حاجه يا ابو عاصم بيه. كل ما في الامر ان انا كنت عامل عزومه على الفطار للرجاله، كل سنه وانت طيب، وللاسف قلت اعزمه. ما حدش قرب له يا باشا، ده بيعمل الشويتين دول عشان يبلغ على عطيه بيه ولبسه تهمه. طبعا ما هم رجالته، امال هيشهدوا بايه يعني؟ بس انا قلبي كان حاسس، انا مش عديت عليك يا ابو حسين بيه وانت قلت لي روح ما يهمكش. طب اتفضلوا انتوا يا رجاله سيبونا لوحدنا، اتفضلوا يلا يلا اتفضلوا تعالوا معايا اتفضلوا اقعد يا استاذ رضوان، اقعد يا عطيه بيه اتفضلوا. انا عايز افهم بقى ايه اللي بينكم انتوا الاثنين بالظبط؟